الوضع في غزة بتكون قاعد في أمان الله ومتريح وجاي بدك تطلع وإلا شهداء وجرحى وحرب وهدبة انقصف وهذا البرج انهدم وهذه الشقة انقصفت. هذول الأعداء طول الوقت قاعدين بالطيارات وبقصفوا ناس كل شوي شهيد. ما لحقنا ننسى حرب 2021 وفي ناس لسه ما تعمرت دورها من حرب 2014. شايفين كل هذا الظلم؟ شايفين هذول اللي بيحكوا عنهم أهل سلام؟ ما في عندهم إنسانية. يا الحين أنا قاعد بصور لكم ممكن ينزل الصاروخ وبعد بشوية تقولوا الشهيد رمضان أبو جزر. يعني فيش حسابات، يعني مثلا هذا طفل هذا ملوش ذنب، زي البنت اللي عمرها 5 سنوات مثلا طلقت صواريخ عليهم. لا، بنت صغيرة عمرها 5 سنوات موتوها بدون سبب. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم.